لابد إنه يكون كثير منا بيحب الحلويات وبيرغبها بشدة طبعاً. علشان شي قررنا اليوم نعرفكم على محل سكوبي جوز. الفكرة إنه عم نعمل كنا التشيميني كيك، هي أكلة من الأساس موجودة بشرق أوروبا، أكلة شعبية، فكنا حابين نعمل شيء مميز بالإمارات وما كانت موجودة أبداً، فدخلناها ودخلنا بقى التست الشرقي فيها، القشطة العربية، الفواكه والكريمة وهي القصص، ودخلت بقى طبعاً على الكريب، الوافلز، الميني بانكيك والسلطات والأشاطي وهي الشغلات السورية طبعاً. نحن من 3 سنوات موجودين بعجمان، الفرع الأساسي بعجمان، وهون قلنا 5 شهور بمدينة الشارقة، وإن شاء الله بالإمارة الشارقة، إن شاء الله قريباً بنصير في كل الإمارات. إحنا عنا أوردر خصوصي من المصنع لسكوبي بس، يعني هاي القشطة نحن طالبينها إنها بتجي القشطة السورية الأصلية، هي من حليب فريش طبعاً بيعملوها، بتجي طبقات ناشفة فوق بعض، فهي نحن طالبينها، فما في محل بالإمارات عنده إياها. هي طبعاً لا بتخلى سكر ولا بتخلى أي مواد صناعية، هي بتكون بس من الحليب الطبيعي. هلأ مثل ما قلت لك نحن فتحنا أوريدي مشان التشيميني كيك، فهي نحن تميزنا فيها، وحتى كل الزباين إنه شيء غريب هو مو موجود بأي محل، يعني بتلاقي نحن هي مميزين فيها بالذات يعني، بس ولكن باقي كله تميزنا فيه. نحن الفكرة إنه عنا الشكل مختلف، يعني الكريب هو مش كريب عادي وخلص حطي شوكولا، لا هو لكل اوردر في شكل مميز، وعنا نحن نستخدم الشوكولا الأصلية، ما بستخدم أي شيء بدائل، يعني اللوتس الأصلي، صوص الفستق الحلبي هو صوص الفستق الإيطالي الأصلي، ما بستخدم بديل عنه، فهذا ميزنا عن غيرنا النكهة. هلا كله مميز، نحن عنا الاوردرات كثير مميزه، لو شفتي المنيو مثل ما بتشوفي الصوره بالمنيو هو حيجيكي هيك الطبق بالفواكه، الفواكه طبعا فريش يوميا، وكل اوردر له سبيشال، يعني الشكل تبعه سبيشال، ما في اوردر بيشبه الثاني، تلاقي كل اوردر له شكل مميز. هلا العصائر كله فريش، نحن الفكره انه كان العصير موجود، العصير الطبيعي مع القشطه والفواكه، بس في ناس ما بترغب للقشطة فبيكون بس عصير طبيعي، العصير بس الفراولة والمانجو وفي الأفوكادو والموز والحليب وفي الشوكولا، نحن عاملين عصير شوكولا. العربية هي نحن متميزين فيها أهل سوريا، والسلطات بشكل عام السلطة هي نحن، يعني هلأ مثلاً التشيميني كيك من الأساس هي بشرق أوروبا ما فيها قشطة عربية، بس ولكن نحن دخلنا الأوردر دخلناه للقشطة العربية، فصار يعني هو أوردر غربي بنكهة شرقية. انا عندي اوردرات يعني لازم يكون، يعني هو انهم فرعين فلازم الفرعين واحد، فاي شيف انا بجيبه لازم نحن نعمل له تريننج. نحن من الاساس اللي اشتغلنا اول شيء بمحل عجمان، اجانا يعني جبنا مدرب من هنغاريا دربنا الستاف كلياتهم، فصرنا طبعا كل موظف جديد نحن بندربه على الاوردرات الجديده. الأكل أول شيء بيهمك أنت النظافة، بدك تكوني كتير حريصة إنه هذا الأكل مثل ما الناس عم تاكله أنت وولادك رح تاكليه، فمهم هذا الموضوع جدا. الكواليتي، الفواكه مثلا لازم تكون دائما فريش، بالذات يعني الحلويات مهم موضوع المدة، مدة الميكس اللي عملناه مثلا اليوم بكره ما بصير نستخدم هذا الميكس، هذا كله لازم ينحط بعين الاعتبار. والشكل كمان الشكل مهم، يعني انت المنافسه كبيره بالامارات، في كثير محلات، اذا نحن ما تميزنا وعملنا شيء مميز بالنهايه مثلنا مثل غيرنا، يعني انت الشكل بده يجذبك. شوفي هلا الاعلانات اكيد لها دور، ما انت بالنهايه الشكل بيجذبك،
وما شاء الله الزباين لما بتاكل كل واحد بدل الثاني يعني. بعدين انت لما بيعجبك الشكل وبيجي الشكل نفس اللي انت شفتيه والطعم طيب، فاكيد انت بالنهايه حترجعي وحتخبري غيرك وهيك.